البلدية عليها عبء كتير، وبعدين احنا مطالب المواطنين كتيرة. يعني من اهم المطالب هاي اللي هي اهم اشي بالحياة اللي هي الكهرباء والمية. اسمان الكهرباء والمية لا تطاق، يعني بتضاهي اسعار باريس. وهذا الحكي مع الناس الكل عنده القدرة انه على هذه الاسعار. والله مش يعني هم البلدية للجميع. اول شيء بدنا اياها تنبعد عن الحزبية. بالنسبة للأمور المهنية عندنا شغلتين، القوانين السابقة اللي بحطوها لازم إعادة دراستها كاملة كقوانين تشريعية، لازم تندرس بطريقة تتطور، ضلهاش سابقة يعني من الستينات والسبعينات والتسعينات والألفين. هذا أول مطلب. ثاني إشي، كل البلدية في شغلات عن طريق القانون تمرقش، بقول لك هذا بتزبطش، أما تروح عن طريق المعارف والصحاب والعلاقات تمشي. خلي الواحد يكون كل إشي البلدية تساعد المواطن تبني، أن ضلناش نكافح إنه والله بالبناء بالرخص بالحراف بالمهن، إنه مش هي بلدية جباية، هي بلدية خدمات. يكون عندها تخلق ولاء للمواطن، إنه يصير يعرف إنه هالبلدية شو اللي بتعطيها إياه بتعطي مقابلها. مش والله أنا ما يعني أعتمد إني بس أدفع مصاري للبلدية يتسكر عجزها، وطول النهار نسمع إنه فيش مصاري وفيش. خلينا نحس تحس إن إحنا شراكة معها. بس في شغلة بطلبها إنه بس الشوارع. يعني نفسي أنا حاولت أعمل مسابقة مرة إني أعطي جائزة لباقي شارع منيح في نابلس. بصراحة يعني في الشارع ما في جورة راية من إيش؟ من الشتاء. وهذا شيء بنعاني منه. والله لازم ما بحب أنزل بسيارتي عشان بس الشوارع. بحطوهم مثلا بشغلات، يعني مع كل احترام منهم، يعني بشغلات تافهة. بحطوا المصاري اللي بتزيد يعني من الصندوق البلدية في شغلات ما لها داعي. يعني في منتزهات، مش منتزهات، انا بدي منتزهات، انا بدي شوارع امشي فيها. طبعا كمواطن في المجتمع كنت نتمنى من جميع من البلدية، كهي بلدية جاية جديدة، نتمنى انها تكون تلبي جميع مطالب المواطنين. في حال مثلا في حال دخول على فصل الصيف، عمل جدول لدورة المياه. معاناة انه ازمة مياه، عدم توفر في جميع المناطق الماء. ملاحظة صغيرة بالنسبة لاصحاب البسطات، انه لو عملوا مثلا مجمع لجميع اصحاب البسطات يتجمعوا فيها عشان الناس تسترزق وتمشي وضعهم. يعني بنظروا لما وين بيكون في عداد للشكل اهم من مصلحة البلد. بلاحظ الشكل، يعني في شوارع ممنوع بفسرس يكون فيها هذا الحكي، بس مشان الشكل مستعدين بشارع فلسطين في نابلس. هذا مش لازم توقف لا يمين ولا شمال ولا اي موقف في شارع فلسطين مشان شكل. شارع فلسطين حيوي، ومشان الشكل كلياته عزمة بحزمة طول عمره.